الجنود القدامى لا يموتون، الشهداء أيضا لا يموتون. الفريق عبد المنعم رياض لم يمت، ما زال بذكراه في 9 مارس من كل عام. لا نحتفل فقط، وإنما نستمد من روحه الطاهرة مداد نتحرك به إلى الأمام. من الفريق عبد المنعم رياض مرورا بكل شهداء الوطن حتى آخر شهيد ارتقى أمس أو أول أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، القافلة بتسير. دماء الشهداء بترسم حدود الوطن. 9 مارس ليس يوم عادي بنتحدث فيه وفقط من أجل إعلاء كلمة ذكرى الشهيد. فالشهداء لا يموتون، نحن نموت ونحن أحياء، وهم أحياء رغم أنهم ماتوا، لكن موتهم كان من أجل أن نحيا جميعا. تحية واجبة من القلب ومن الأعماق، دائمة ومستمرة ومستمدة من دماء هؤلاء.